بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من شرح الموشن ستادي أو محاكاة الحركة على برنامج سوليد ووركس، والذي سنشرح فيه طريقة محاكاة الحركة بالنسبة لحركة الدوران. نبدأ بتصميم قطعتين ثلاثي أبعاد، تصميم ثلاثي أبعاد، ثم نعمل التجميع، ثم نقوم بشرح الموشن ستادي. فنبدأ كالعادة بفتح ملف بارت، ثم نحفظ الملف سيف اس في المكان طبعا اللي انت تحدده، موشن ستادي روتري، بتكون بارت 1 في الروتري. نحدد البلين ونبدأ في رسم السكتش. حفظ القطعة الأولى راح تكون يعني شكل بولي. نرسم دائرة بقطر 76 مليمتر، ثم دائرة في الوسط بقطر 20 مليمتر. أوكي، ثم نرسم دوائر جانبية صغيرة كده بتكون، طيب خلينا نعملها على المحور العمودي بقطر، خلينا نقول 6 أو 7 مليمتر، والمسافة تبعد 23 مليمتر أو 24 مليمتر. أوكي، ثم نكرر هذه الدائرة الأخيرة، هذه نعطيها قلنا 24. أوكي، وبعدين نعمل circular pattern، الدايركشن راح تكون هذه، والانتيتي تو باترن راح تكون ديليت 1، والعدد للباترن نخليه 3، ثم نعمل اوكي. تمام، ونعمل حفظ للملف، ثم بعد ذلك نمر للفيتشرز. اوكي، اكسترودد باس، اوكي نخليها 20، كويس. اوكي، هذه البولي اللي معانا، خلي نعطيها فيلت من هنا وفيلت من هنا، او نعطيها شامفر مثلا، شامفر 3 مليمتر. اوكي، خلي نغير لها اللون، الابيرنس، اوكي تك، حفظ الملف. هذه القطعة الأولى، نفتح ملف جديد لتصميم القطعة الثانية. اوكي، نختار المسطح، اوكي سكتش، سيف اس، طبعا نحفظ الملف بارت 2، نرسم مستطيل، المقاسات 15 ملي،
50 مليمتر. نضغط على F. أوكي. نرسم مستطيل ثاني. المقاسات 75، ومن هنا 15. أعطينا المقص هذا trim entities، راح نقطع هنا. حفظ الملف features extruded boss، راح نعطيها 50. اوكي، نحفظ الملف. ايوه، راح نفتح سكتش هنا، نعمل دائرة. المقاسات قطر 20، من هنا إلى هنا أو من هنا من المركز إلى تحت مسافة 50، ومن هنا إلى هنا لازم تكون 25. ممتاز. أوكي، نعمل extruded boss بطول 30 أو 40. أوكي، هذا عمل زي البراكت، راح نركب عليه البولي. تمام، حفظ الملف. هذا البراكت نبغى نضيف عليه ريب عشان نقويه. طبعا كلكم عارفين كيف إضافة الريب. عشان نستعمل الريب لازم من إضافة بلين، ثم بعد ذلك لازم إضافة سكتش. نقول أوكي. طيب نحفظ الملف، وبعدين لابد من بلين مسطح في الوسط هنا. خلينا نشوف كل المسطحات اللي معنا. طبعا هذا التوب بلين بيجي على جنب، فاحنا نقول ريفرنس جيومتري بلين، نبغى نضيف بلين. فيرست ريفرنس اللي هو نفتح هنا التوب بلين، والمسافة طبعا في الوسط بتكون نص الخمسين اللي هي 25 في الوسط. اوكي تمام. ثم بعد ذلك المسطح هذا، خلينا نحفظ ملف المسطح هذا، خليه نورمال، ونرسم عليه سكتش لاين اللي هي خط الريب من هنا الى هنا. اوكي، ونعطيها مقاسات انه الارتفاع من هنا الى هنا مثلا نخليها 65. اوكي تمام، نحفظ الملف ونطلع من السكتش. نيجي على فيتشرز، نحدد السكتش ونفعل الريب. على طول بيطلب منا عرض الريب هذا 10 مليمتر أو 20، خليها 15 بيكفي، 15 مليمتر بيكفي. أوكي ممتاز، هنا أضفنا الريب. ممتاز جدا، هنا البراكت منتهية. نحفظ الملف part 2. في الفيديو الجاي راح نعمل assembly، ثم بعد ذلك نعمل السيميليشن يعني محاكاة الحركة.